شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، ونتابع هذا الفاصل الدرامي ثم نعود مرة أخرى. من وين هو؟ من كذي ولا من كذي؟ لا هو من كذا. شغال ولا عاطل؟ لا لا هو ما محتاج انه يشتغل، عنده عربية وعنده بيت، عنده حاجة قروش كثيرة في البنك، عنده حاجات كثيرة ما محتاج للشغل. جينا للأسئلة الخصوصية. ايده خفيفة؟ لا 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 ما محتاج يسرقوا. بيكذب؟ ما بكذب، الزول اللي بيكذب ده بيكون محتاج انه يكذب يعني مثلا عشان يقول عنده بيت، لكن هو ما عنده حاجات كثيرة ما بكذب. خلاص بالليل يطيش برا الشبكة؟ كيف يعني؟ لا 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 هو زول ملتزم شديد، شفته من البيت للجامع، من الجامع للبيت، وصلوا بقرأ قرآن. قررت. هيا هيا أحمد أخوي. حمدان أخوي الله يرحمه وصانا عليه بنته الوحيدة دي. الله يرحمه. وقال ما تدوها إلا للراجل. هيا. دحين الزول اللي قالته ده ما بيدعم. نعم ما بيدعم. أمنية. نعم. قولي لي يا عمامي قال له الراجل تعال قابلنا. الو عباس، اعمامي قالوا لك الراجل تعال قابلنا. أنا ده ما دخل على كرار أخوي؟ دخل إلا بيجي كنزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام حباب زين كيف حالك؟ مرحبا كيف حالك؟ فيك الله يسلمك. مرحبا كيف حالك؟ كيف حالك؟ الله يكرمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مرحبا حبابك زلقة بس ما يهتدل ولا يهمك. مرحبا. في الحقيقة انتو أنا الحقيقة جاي جيتم لبيتكم أمان. هي قالت لي أنت عندكم علم. أيوة كلمتنا. أيوة فالمهم أنتوا من كده؟ لا نحن من حلة كده. أيوة لا معلش الحقيقة زي ما قلت لكم طبعا نحن يعني انتوا هتكونوا لسابتنا ونحن هنكون لسابتكم. ايوه ايوه فعشان كده الزول يتعرف عليكم كويس وانتوا تتعرفوا عليهم كويس. فانا يعني داير اقول شنو يعني انا من ناحية بتاعت اني جاهز العرزة جاهز، وبس اذا في اي شيء داير تقوله قولوا لي يا سيدي. عندك بيت؟ هي كلمت أماني قلت لها عندي بيت. كلمت منو؟ بنتكم. أيوه على العموم ما في أي مشكلة، وإذا دايرين يعني أي حاجة زيادة كده أنا ممكن أقول لكم. ساكن في حلة كذي طولت؟ والله يا أخي ما يعني آخر مرة نحن كنا في حدث كذي، بعدها قمنا جينا ثاني.
بعد ده دي بقى وتعال. لا اي وهرب اي وهرب يشوى يفوت. انا في الحقيقه يعني كنت داير اجيب معايا اهلي كلهم، لكن قلت ما في داعي. وبعدين ابوي والدي توفى برضه. توفى؟ رحمة الله عليها. اذا اي حاجه دايما تعرفوها عرفوها من السيدي. عباس ازيك؟ لو انت عارف اي حاجه عني